نعم هي مباراة مهمة حقيقة، وإحنا حقيقة داخلين برغبة الفوز، واللاعبين عارفين الهدف بشكل جيد، فرصتنا كبيرة للفوز في المباراة وتصدر المجموعة، لأن هنالك استحقاقات أخرى نتفرغ، أن هناك استحقاق الدوري دخل مرحلة حاسمة، هنالك أيضا نصف نهائي الكأس، فبالتالي نحن نرغب أنه نحسم وضعنا في الدوري في كأس الاتحاد الآسيوي بشكل مبكر. نعم حقيقة احنا قدمنا طلب للاتحاد، يعني نتمنى انه يأجلها يوم واحد حتى تكون عدالة في حقيقة، الدوري دخل مرحلة حاسمة، وبالتالي يعني الوحدات هو الآن ممثل الوطن في مع النادي الأهلي في بطولة في البطولة الآسيوية، وبالتالي يعني أن تلعب بعد 72 ساعة مباراة مهمة وحاسمة في الدوري، أعتقد في غبن على الفريق. طلبنا يوم واحد، سبق أنه احنا يعني تعاوننا بشكل كبير مع المنتخب ولا زال، وهذا هدف الجميع هو تطوير كرة القدم ونجاح كرة القدم ونجاح المنتخب والدوري والأندية المشاركة في البطولات الخارجية، هذا الهدف الجميع حقيقة. سبقا عانينا من هذا بالتجمع اللي صار في شهر 11، وكان عندنا 7 لاعبين لم نشركهم في مباراة اللي الوحيدة اللي خسرناها في في الدوري مع الجزيرة، 7 لاعبين لم نشركهم في تلك المباراة، لأن لعبوا 3 مباريات تجريبية مع المنتخب خلال 10 أيام. اليوم الوضع مختلف، اليوم المرحلة حاسمة، الدوري يدخل مرحلته الثانية، لا مجال للتعويض، نلعب 10 مباريات يوم غد خلال 40 يوم وهو عدد كبير، هنالك إصابات، طلبنا تأجيل يوم واحد، أتمنى من الاتحاد أن ينظر في ذلك تحقيقا للعدالة فقط، وأتمنى أن نحصل على رد إيجابي في هذا الموضوع. هو ليست بخذلان، بالعكس لاعبين الوحدات أكيد كل يرغب ويطمح أن يتصدر الدوري، لكن كما قلت لك الوحدات يقاتل على 3 جبهات، الدوري والكأس ودوري الكأس الاتحاد الآسيوي، الوحدات يلعب 10 مباريات أكثر من الفرق الأخرى خلال مرحلة 3.5 أشهر وهو عدد كبير، وبالتالي أيضا إصابات بعض اللاعبين، لكن الفريق لا زال هو ينافس بقوة في البطولات الثلاث. كلمة أخيرة لجماهير الوحدات، مباراة ما أنا أعتقد جماهير الوحدات ما تحتاج كلمة، جماهير الوحدات جماهير محبة لفريقها، داعمة لفريقها، واعية، وأنا أعتقد سيقفون مع الفريق في كل الأوقات. ضم للأنباء قمر الحقيقة.